الداعم الأكبر اللي كان بالقروض أو الهبات هي الاتحاد الأوروبي. الاتحاد على طول كان يبقى الاتحاد الأوروبي. هذه مهمة يعني. والبنك الدولي دول الخليج خاصة المملكة أعطت مصاري كثير بس مش تروح للدولة. صح. مش تروح للدولة أبدا. أعطت مصاري كثير. كثير مش شوي. أعطت مصاري عم بحكيك أنا أنا كلبناني وأنتوا لبنانيين مش عم نحكي الشعب. أعطوا بالانتخابات شو اللي خص الدولة